أكثروا من ذكر الله، أكثروا من ذكر الله في ليلكم ونهاركم. من أراد أن يكون من أهل المحبة لله فليكثر من ذكر الله، ومن أراد أن يكون من أهل حب الرسول الأعظم فليكثر من الصلاة عليه. واعلموا والله يقينا، والله لو جمعتم الدنيا بما فيها من مجوهرات وذهب وملك وما فيها، والله ما أدركتم منها إلا أقل من جناح البعوضة. النبي وصف الدنيا فقال: لو تساوي عند الله جناح بعوضة، لو تساوي، لأنها لا تساوي جناح بعوضة. فإذا الدنيا كلها لا تساوي جناح بعوضة، فأنت شو أخذ من الدنيا؟ شو ملكت من الدنيا؟ من جناح البعوضة شو أخذت؟ شايف حاله فهمه، شايف حاله عقل ما جمعه، وإنك يا ابني كله غرور، والله غرور، والله ما في لذة تعادل لذة ذكر الله ديا. هذا مع النساء، وهذا مع المال، وهذا مع الدنيا، وهذا مع كل واحد عم يدور على لذة مؤقتة، دقيقتين ثلاثة خمس دقائق. وأما لذة أهل الله فلذة دائمة في ليلهم ونهارهم. والله لو غابت لذة حب الله عنهم طرفة عين لماتوا. ماتوا يا ابني، شوف وين وين حياتك صفياني؟ فتش عن حياتك يا ابني، فتش عن حياتك، ضيعت شبابك، ضيعت حياتك، ضيعت اوقاتك. وين وين اهل القرب؟ وين اهل المعرفة؟ وين اهل المال؟ هذا جمع مال يحاسب عليه يوم القيامة، من أين اكتسبت وفيما أنفقت؟ وهذا عاشق النساء يحاسب يوم القيامة، هذه الذي صرفت في أرخص شيء. أين الذين عرضت عليهم السماوات والجنان فأعرضوا عنها؟ بعض أولياء الله رضوان الله عليهم وهو في النزع كشف له الغطاء فرأى الجنان ورأى، فبكى وقال: إن كان منزلتي إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي. ضيعت أيامي. طيب شو بدك؟ أن وجهك المأمون حجتنا. بدي إياك إلك. أنا ما بدي الجنة، بدي صاحب الجنة. ما بدي القصر، بدي صاحب القصر. واحد يعني عم يدور، جابوا له شوية لبن زبدية، صار يلحوس الزبدية يلحوس اللبنات، ونسي يقول له: جزاك الله خيرا لهذي جايب له اياها، الله رزقك العافية أعظم من الزبدية، رزقك الإيمان هذا أعظم من المال، رزقك شهادتين أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله هذا أعظم من الملك يا ابني. أعطاك العطاء لكن ما قلت له شكرا. اسأل نفسك: هل أتاك يوم وقفت تقول أصلي لله ركعتين شكر لله على ما أنعم علي؟ ما أجى لبالك بكل هالنعم؟ ما أجى لبالك تصلي لله ركعتين شكر؟ وبدك زيادة وبدك عطاء.